مرحبا. زهرة الشكران السامية الشهيرة بالزهرة يلي قتلت الفيلسوف سقراط بتحتوي زهورها على مادة شبه قلوية وسامة تدعى كونين. تمتص المكونات السامة أساساً من خلال الغشاء المخاطي للفم عند مضغ النبات، وبتظهر علامات التسمم بعد نحو ساعتين من ابتلاع هي الزهرة. نرجع لأخبار أصناف، فبعده غائم وماطر على فترات مترافق مع زخات رعدية فوق مناطق متفرقة، ودرجات الحرارة بعد أدنى من معدلاتها بأغلب مناطق سورية. بالنسبة للرياح، عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 14 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 95%. بحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 13 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. طقسنا ماطر ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 3 العليا 12 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة مكفية الأمطار ودرجات الحرارة بدرعة بين 5 و13 درجة، أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل ل6 درجات. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 7 و13 درجة. أما كيف عم يكون الجو على البحر بطرطوس ولادقية رح ننتقل سوا لنشوف. مكفية الأمطار بطرطوس ولادقية ودرجات الحرارة عم تتراوح بلواء اسكندرون بين 10 و15 درجة. كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشمالية رح ننتقل سوا لنشوف. مكفي طقس ماطر بحلب وإدلب ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حلب دنيا 5 العليا 11 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بمدينة الرقة الجو عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بالحسكة عم تتراوح بين 5 و10 درجات، وعم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار. وبدير الزور درجات الحرارة عم توصل ل 13 درجة، وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.